الآن كما تشاهدون مجموعات من الشباب تتجمع عند جبل تحاول إيجاد ثغرة للعبور. الوضع يزداد توتراً. الشرطة في موقعها تراقب بحذر دون أن تتحرك. فجأة يرتفع الصراخ. مجموعة من الشباب بدأت بالركض نحو الأسوار. الشرطة تتصدى لهم. البعض تسلق الجبل يبحث عن أي طريق، بينما آخرون يحاولون القفز فوق الحواجز. في لحظة أخرى حجارة تتطاير تسقط بالقرب من الشرطة التي ما زالت تحاول الحفاظ على النظام دون عنف. الجميع يترقب، كل ثانية تبدو وكأنها قرار مصيري. بكثير من الحزن والأسى نشاهد الهروب الجماعي للشباب من المغرب، ظاهرة لم تعد مجرد قصص بل أصبحت واقعا مريرا يعكس حجم الفقر والبطالة التي يعاني منها أبناء هذا الوطن. الفشل المتراكم للحكومات المتعاقبة في إيجاد حلول حقيقية للوضع الاقتصادي دفع هؤلاء الشباب إلى المخاطرة بحياتهم بحثا عن فرصة للعيش بكرامة. إنهم أبناء بلد عريق، أبناء تاريخ نضالي مشرف، ومع ذلك يضطرون إلى ترك أرضهم وأحلامهم. وراءهم بسبب الفساد المستشري الذي ينهك مقدرات الوطن وأفقدهم الأمل في مستقبل أفضل. الهجرة ليست خياراً، إنها الملاذ الأخير للهروب من واقع أليم حيث تسلب السياسات الفاشلة أبسط حقوقهم في حياة كريمة. وفي ظل الأزمة والزلزال الذي دمر القرى والبيوت، حيث الناس ما زالوا في الخيام وأدى الأسر التي تأثرت بالفيضانات تنتظر المساعدة، نجد وعد حكومة أخنوش في مؤتمرها السنوي ترقص وتضحك غير مكترثة بالألم الذي يعانيه المواطنون. يرقصون على موسيقى طوطو وكأنهم يرقصون على آلام ومآسي الشعب المغربي في مشهد يجعلنا نتساءل عن مدى ارتباط هذه الحكومة بقضايا الشعب وواقعه.